صباح الخير عليكم، معكم سليمان ياسين، كوتش دو فيتنس اي بريباراتور فيزيك. اليوم جيناكم دي موفمون دو غيناج. اوكي، معايا ليكيب تاعي اسامه ورباح. اون كومونس مي تو دابور، قبل ما نبداو ان شاء الله نوريكم لا بوزيسيون اكزاكت تاع لو غيناج. هنا سي سامبل، توقف زير لي زابدو، نونجاجي لو فيسي تاعي، نزير لو فيسي تاعي، راني هنا. اوكي، اون فا لابليكي. On commence. Très bien. Voilà, c'est ça. Qui m'a ouvert le com? Anna. Hop. Anne est là. Non, gagé ici. Zayer. Anna. Madir Shagda. Ou Madir Shagda. Ok. Toujours Agda. Très bien. On résiste bien. Très bien. Une récupération de 10 secondes toujours. Travail de 20 secondes, récupération de 10 secondes. Aïda, je te récupère, Emilia. Je te permets d'entamer un deuxième. On change. Deuxième mouvement, kick-kiff. Hana, latéral. Hana, l'idée. Voilà. On explique bien. On dit Hana, hop, hop. Voilà. Hana, chauffe-moi, Sahbé. Ah. Très bien, l'animo, tiens, qu'on soit soi. Voilà. Change. Récupération. Très bien. ريكوبيري مليح، ريسبيري مليح، اشرب الماء تاعك ما تنساش. لوتر كوتي اون شونج. فري بيان. هنا بيان دروا، ما ديرش هاك، ما ديرش هاك، ما ديرش هاك. توجور بيان هايدا، رجل فوق رجل، ما تنساوش. لي ريكومونداسيون هذوما سون تري تري اوبليغاتوار. لابليكاسيون دو تكنيك. فوالا، ريكوب. اون شونج لو تروازيام موفمون. غيناج اريير، فوالا، عندي هنا، عندي هنا، نكسر رجليا ويديا، نيفو واحد، فوالا، خي بيان، شوف صاحبي، ديجا ها، راه بيان، ما يهبطش وما يطلعش، راسي يكون أو نيفو معاه، خي بيان، إكسيلون، ريكوبيراسيون، 10 سكوند، أون شونج، لافون ديرني. سي تركزوا معنا مليح على لي تكنيك، على البيوميكانيك دو لا تكنيك. اون شونج بون، كيف كيف كنا هكذا، اون فا ريدوي شويه لا بوزيسيون تاعنا، نطلع مليح. فوالا، طلع مليح، ماكسيموم ماكسيموم ريزيستي، اون بون كورديناسيون تاع لي زوب دو لومبير، فيسي اي لي جومب. تري بيان، ريكوبيراسيون توجور تاع 10 سكوند. Très bien, respire mieux, calme-toi, voilà. Last one, le dernier mouvement. On change, très bien, c'est le même, mais différent de lui. Voilà, c'est ça. On dirait Diana, voilà. Je te fous mieux. Bon, allez, là, on l'a mieux. Voilà, chauffe, là, les points du pied, fessier, couloche, engagé. Très bien, les jeunes. ليكيب يعطيكم الصحة، مزابي بيان دوني، يعطيكم الصحة نتوما ثاني، قادو في دلنا علينا واللاشين تاعنا لابروشين إن شاء الله، سلام. شكرا لك كوتش ياسين سليماني على كل هذه النصائح وعلى هذه الحركات الرياضيه اللي راك تقدمها لنا. كوتش ياسين سليماني في هذه الورقات هما ورقه مسجله، يعني كل خطره رانا نعاودوا نبثوا بعض الحلقات اللي كنتوا شفتوهم من قبل. الكوتش ياسين ملتزم بالحجر الصحي، انا ندعوكم انكم تقوموا بحركات رياضيه لكن في المنزل، وتجنبوا يعني الخروج الى الشارع لسلامتكم وايضا لوقايتكم ووقايتنا جميعا. بما أنه الكل يحث أنه العلاج الوحيد الآن لهذا الفيروس، فيروس كورونا، هو البقاء في المنزل، ولازم نتعاونوا ونتحدوا ونكونوا يد واحدة حتى نوقفوا في وجه هذا الوباء أو الجائحة، جائحة كورونا. التعاون نحن بحاجة مس إليه الآن، خاصة في هذا الفترة الحساسة اللي يمر بها العالم ونمر بها نحن أيضا كجزائريين وكمسلمين. وهذا التعاون والتكافل هو أمر وفعل
حرص عليه ديننا الحنيف في كثير من المرات، والذي قد يكون بأشكال مختلفة ومتنوعة وهدفه نبيل طبعا. تعاون والموضوع اللي راح يحكي فيه شيخنا حمزة جزار في فقرة حديث الصباح أو شهد الكلام. صباح الخير شيخنا، مرحبا بك. أهلا ومرحبا بكم وبالمشاهد الكريم. شكرا. إذا موضوع جميل راح تفصل فيه وراح تتكلم عليه، تخلينا نستمتع معك ويستمتعوا أيضا المشاهدين في هذا الفقرة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى حسن على التعاون، كونه أحدا من كونه يعني من أنبل وأعظم القربات والقيم الإنسانية، فقال جل شأنه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وذكر ابن خلدون في مقدمته حاجة الفرد إلى التعاون، فقال في معناه، قال أن التعاون أن كل فرد يتقن جزءا من العمل، أما العمل النهائي فهو نتيجة لتضافر جميع المتعاونين. والله جل وعلا كما ذكرنا أو قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. هذا الحديث أيها الأحبة يبين المقصود من ضرب الأمثال، وهذا أسلوب كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم لتقريب الأفهام في تربيته ومعاملته مع أصحابه رضوان الله عليهم، لأن هذه الأمثال أيها الأحبة تقرب المعنى وتوضحه وتبينه، ويكون أسرع إلى تعريف المراد من الفعل. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة حين ذكر هذا الحديث شبك بين أصابعه، يعني بينه من الناحية الحسية أيضا، فشبك بين أصابعه كي يبين أن علاقة المؤمن بأخيه المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولا يسمى البنيان بنيانا إلا إذا تماسك وتعاضد وترابط، هكذا حال المؤمن بأخيه المؤمن. وهذا الحديث أيها الأحبة قال الله عز وجل في معناه كأنهم بنيان مرصوص. قال أهل العلم بأن قال أهل العلم يرص بعضه بعضا ويقويه. أيضا الله سبحانه وتعالى قال: إنما المؤمنون إخوة لما بينهم من رابطة الدين والعقيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة بين الطريق إلى مقومات الأخوة فقال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فالمؤمن أيها الأحبة خير معين لأخيه المؤمن، يقويه ويعينه وينصره ويكون في حاجته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان في المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع. والحمد لله أيها الأحبة ونحن في هذه البلية والجائحة والنازلة رأينا هذا الشعب الجزائري أعطى أروع الصور في الخير والبر والإحسان والتعاون والتآزر والتراحم، يعني قاموا هبة واحدة بكل أطيافه. هذا الشعب أيها الأحبة الذي يضرب في كل مرة هذه الصور الرائعة المبهرة. اليوم أيها الأحبة ما نراه من حجر صحي، من هذا المنبر نوجه رسالة إلى إخواننا وخاصة في البليدة، وأنا أسميها بليدة الخير والأخيار، لنا فيها أقارب ولنا فيها مشايخ ولنا فيها أحبة ولنا فيها إخوة نحبهم، هؤلاء نقول لهم: أنتم منا ونحن منكم، قطعة ولحمة واحدة، نحن معكم قلبا وقالبا،
والله نحزن لحزنكم ونتألم لألمكم ونبكي لبكائكم، وبإذن الله سبحانه وتعالى هي محنة وستنفرج. وكما قال الشيخ عبد الرحمن الثعالبي رحمة الله عليه وقدس الله روحه: إن الجزائر في أحوالها عجب، ولا يدوم بها للناس مكروه، ما حل عسر بها أو ضاق متسع إلا ويسر من الرحمن يتلوه. فاللهم نسأل أن يجعل هذا الوطن آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ليك شيخنا حمزة جزار على كل هذه النصائح اللي قدمتها لنا وعلى حديثك في هذا الفقرة، فقرة شهد الصباح وحديث شهد الكلام عفوا وحديث الصباح، استفدنا كثير من مرورك شيخنا، شكرا لك. إذا المشاهدين نحاول نفيدكم من كل ما راح نقدمه خلال هذا العدد الجديد من برنامج صباح الشروق من فقرات ضيوف ومواضيع متنوعة. ابقوا معنا ما تروحوش بعيد، بعد الفاصل راح نستقبلوا أول ضيوفنا في هذا العدد، لكن قبل ذلك راح تكون عندنا محطة مميزة في مطبخ صباح الشروق مع الشيف ليلى، بقى معنا ما تروحوش بعيد. مميزة شيف ليلى، صباح الخير شيف، شراكي لاباس؟ لاباس، صباح الخير. توحشت جملتك. توحشك الخير. الله يخليك. حتى انا توحشك ايمان، ونتوحش كل الطاقم اللي معنا اللي نقولوا صباح الخير، صباحكم برباحكم كي الطاقم كي المشاهدين الكرام، ومرحبا بكم معنا في مطبخ صباح الشروق. توحشنا جملتك وتوحشنا لمستك ايضا. الله يعيشك ليلى. ليلى، على بالي منذ بدايه هذه الازمه وهذه الفتره تاع انتشار وباء كورونا، راكو دائما تحاولوا انكم تجيبوا لنا وصفات واطباق اللي تكون خفيفه وصحيه ايضا نوعا ما. اكيد لازم ايمان، بما انه رانا كامل في الحجر الصحي، والصعيب علينا اقتناء كل مكونات، يعني نحوسوش على اللوكس. الان رانا نحوسو نطيبو واش عندنا في لي بلاكار كيما دائما نهضروا. البقوليات هي الحاجه اللي يسدوها الاولى اللي راحوا يشروها الناس، يعني اللي داوها خلوها في البلاكار. واش من نوع تاع البقوليات اليوم راح يكون معنا؟ اليوم مع شويه تاع البرد والشتا اللي طاحت اختاريت لكم اللوبيا. راح نديروا اللوبيا البيضاء، نديروها بصل وطوماطيش ايمان. كاين بزاف يحبوها. يحبوها، راح نرفقوها بخبز طاجين. كذلك يطلبوه بزاف، مع انه السيدات كامل اقتنوا السميد، اقتنوا الفرينه، الخميره. اذا ان شاء الله اليوم تشوفوا معنا خبز طاجين باسهل طريقه، وراح نرافقوه كذلك بما انه السميد الحرش موجود في البيت. يعني غير من المؤونه تاع البيت اليوم، غير من البلاكار كلهم موجودين هادو، يعني ما طلبتش الموحد اليوم. اذا راح يكون معنا الرفيس التونسي او الكعبوش، كل واحد كاش يسميه، وطلبتوه بكثره، راح يكون التحليه تاعنا تاع نهار اليوم. الله يحلي ياماتكم ان شاء الله وياماتنا ان شاء الله. يعني وجبات متكامله اليوم، راح نصيبوا كلش، كلش غير في الدار، كل صحي، كل صحي، البصل، طوماطيش. كاين اللي يكونوا خدامات، يعني ربي يقدرهم بين الخدمه والدار، لان مستمتعين في الدار مع وليداتهم، يعني كل يوم ماذا بهم يمتعوهم بخبز معدن. مرتاحوا شبعوا غاس مارتيني. صح، يعني خبز يعجنوه في الدار. اليوم كلش 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 في البيت. شو وقتنا ليلى؟ شهيتينا عندك؟ باش نبداو ان شاء الله. باش نمدوا اول وصفه؟ نمدوا وصفتين ايمان باش يكفيني الحال، ونخلوا الوصفه الثالثه اخر شيء. اذا باش نديروا لوبيا البيضاء تاعنا اليوم، بصل وطوماطيش، ومعنا سفيان راح يعطيكم كامل المقادير وكأن عينيكم راهم هنا معنا. يعطيك الصحة سفيان. إذا راح نحتاجوا أول شيء لوبيا بيضاء، سبقت وغليتها. شحال درتي هنا ليلى؟ أنا هنا درت كيلو إيمان. باكي يعني. باكي، وكل واحد يدير حسب أفراد الأسرة. المهم هذه اللوبيا أهم شيء فيها باش تطيب، كي نغليوها نغليوها في الماء وحده، ما نديروش الملح، ما نديروش الزيت، لا درنا الملح ولا درنا الزيت، هنا اللوبيا تاعنا راح تقرسل وما تطيبش. حنا ماذا بينا طيب زبده، طيبوها غير في الماء وحده. كاين اللي يكونوا مزروبين يديروا شويه لاليوفيغ شيميك، لكن انا ما نحبش، لانها من بعد درنا مشاكل في الاستومه. من الاحسن تبيتوها في الماء ليله من قبل، مع كمشه تاع الملح، فوالا شويه ملح تبات فيه من قبل في الماء، تتشرب تتنفخ، من بعد نغليوها في الماء وحده. ولا حبينا نضيفوا مطيبات مثل الرند ولا سنينه تاع الثوم ممكن، انما الزيت والملح راح كيما نقولوا بالعاميه تاعنا تقرسل. اذا غليتها في الماء ونروح نحضر لها لاصوص من بعد باش نخلطهم مع بعض. اذا لاصوص تاعي راح يكون فيها كميه من البصل، انا خديت هنا ثلاث حبات قطعتهم شرائح كما كنتوا تشوفوا معايا كيما تشكتوكه. عندي زوج حبات طماطم راح نقطعها مكعبات. نقلي مليح البصل تاعي ونضيف عليه الطوماطيش. لهنا انا عندي قطعه تاع اللحم، لكن يمكنكم الاستغناء عليها. اللوبيا بنينه باللحم، بلا لحم بنينه. صح
وهي معروفه عنها باللحم، يعني هذه زياده واحد يحب يديرها. انا ضيفتكم، شتي كي تجيك ضيف ما تقدريش تحطي له حاجه باللحم دجاج، هكذاك انا ضيفتكم. لا دائما ضيفتكم الحق. تقول لي لا هاك ندير لنا حاجه وتجيبها لنا وتسقي لنا وتحوس من واحد ولا كلينا ولا ما كلينا. لازم حنا رانا اسره واحده. اذا قطعه تاع اللحم قلنا نقدروا نديروها كما نقدروا نحيوها. نستقبلوا المكالمه ولا نكملوا؟ ندور معنا اتصال. نقولوا الو صباح الخير. الو صباح الخير. صباح النور. الو انا سيده فاطمه الزهراء من عين دسله. مرحبا بك سيدتي، واش راكي؟ جاني عيطت لكم من قبل. مرحبا، مرحبا بك. واش راكي لاباس؟ لاباس. شامله عين دسله؟ لاباس والله الحمد لله بخير. ولطفي والله لاباس. لطفي ان شاء الله راح يكون معنا غدوه ان شاء الله. ليكيب كامله اللي خدامه معكم. الله يخليك، شكرا ليك، يعطيك الصحه. يعني راكي مشاهده وفيه. لا سيده فاطمه الزهراء. ايه يعني مشاهده وفيه، دائما ما فتشوفينا وتبعينا. درك رانا نتبعوا غير الشروق. اها. رانا نتبعوا غير الشروق، الصباح رانا مع صباح الشروق، ومن بعد هذه كنا نتبعوا الشيف ليلى في الو الشيف الشيف نعيمه. والله محظوظين، محظوظين بكم. الله يسلمك، ربي يخليكم لينا. الله يخليك، شكرا لك. ربي يرفع علينا هذا الوباء. امين امين والله امين. احكي لنا كيفاش راكو دايرين في عين دفله مع هذا الوباء؟ والله انا البلاصه اللي نسكن فيها ملتزمين بالحجر، ورانا قاعدين في الدار نقضوا صوالحنا. طيبوا والحاجه نقولوا هذا الوباء علمنا حاجه واحده اخرى فان. علاه ما نقولوش باللي كي نقعدوا في الدار؟ انا وحده من الناس كنت كي نخرج نتسوق حاجه ما كنتش معوله عليها، كي نكون في الدار كي نخرج نشوفها نشريها. هذه تخصني، هذه تخصني. درك راه عندي واحد لاصون تاع في الساك راهي هكاك. كان مني نشري ما كان صح ليها راهي قاعده. دوكا رانا نحوسوا غير الحاجه الاوليه اللي نسحقوها الاساسيه. والله والله انا في المطبخ تاعي كان صوالح كيخصوني، نقول مولا بيتي جيب لي هذيك هذيك. صاي مانيش نقول واش عندي انطيب. صح صح احسن شيء. عندي انطيب. عندك اطفال سيده فاطمه الزهراء؟ عندك اطفال؟ عندي عندي اطفال، عندي ثلاثه. ربي يحفظهم لك. الله يسلمك. شحال في عمرهم؟ الكبير ايمن عمره 8 سنين. واكرم عمره 5 سنين. وطفيله صغيره ملك واسمها ملك، عندها عامين ونص. الله يبارك ما شاء الله. ما تقلقوش شويه في الدار، ما مش يحبوا يخرجوا. خلاص ولفوا. ولفوا صح. وفاهمين، فهموا. فهموا. انا عندي طفله صغيره تلمو كورونا كورونا كورونا. حكمت البوبيه تاعها تلعب، ومن بعد ما شفتهمش انت روحي تلعبي بوبيه تاعو، قالت لي لا لا في كورونا ديري صافي بلاصه ومخليتهم. قالت لي لا لا ما نلعبش فيهم كورونا. شفتي فهمت، على بالها باللي يقدر يكونوا هما مصدر لانتشار الوباء. ايه والله. والله برافو. فهموا فهموا فهموا. وعلاه احنا نشوفوا الجانب الايجابي اللي عطاتونا، عطاتنا هذه الفرصه تاع اللي نقعدوا في الدار، رانا نتلايموا في طابله واحده على السطور. والله صح، فيه الكثير من الايجابيات. نتلايموا على في فتره العشاء مع بعض. وكما كنت نهضر مع الشيف ليلى قلنا بلي ميم المراه ولات تحب دير اطباق تقليديه تفشش ولادها كما دارت لنا اليوم شيف ليلى. صح 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 صح. واش رايك في الاطباق اللي دارتهم ليلى اليوم؟ قولوا للشيف ليلى نموت عليك. قالتك نموت عليك. الله يعيشك يحفظك الخير. وانا من اللي علمتني ماما نشوف الحصه تاعك مانيش راضيها خلاص. الله يسلمك، شرف ليها. وجربت جربت قلب اللوز خرج لي هايل. الله يعطيك الصحه. انت شاطره، الله يبارك عليك. ايه وش نقول لك، انا الله يسلمك، ربي يخليك، ربي يخليك. جربت شحال من حاجه تاعك، الخبز تاع التركي خرج لي هايل. ما شاء الله عليك، راكي الخبز وقلب اللوزه كي وليتي شيف في دارك، وهذا هو المطلوب. قلب اللوزه نهار اللي تفرجت والله ما كنت شفت الوصفه تاعك في التلفزيون، شفتك كي عاودتي على المشاهده. اي عند واش قلتي لها رحت نفس يا بسي هايل هايل هايل. صح برافو عليك، شاطره الله يبارك عليك. ودي والثاني كشفتك لازم خليتيها جربتهم هايل. اكي وليتي شاف فاطمه الزهراء خلاص. الاتصال هذا تاعك باش يسمعوا الناس ومازال ما جربوش الديو اللي درناه. شوفي شاف ليلى الزوج تاعي قال لي تهنينا فينا مديول قلب اللوز في الفضه في رمضان ما يخرجوش.
برعاية الشيف ليلى. الشيف ليلى انا بالك في الو شيف وكنت نعيط لك شحال من مره وما حكمتكش على جدا. نقول لك واحد الحق واحد الظاهره. شوفي هني تونا من ظاهره احتكار الوصفه. ما عنديش احتكار، انا دائما نقول لكم معكم من القلب واللي نعرفها نوسطها لك وبابسط طريقه باش تنجحي فيها. لا لا ماشي نتوما اللي شاف. فهمتك فهمتك. احنا انا نساوى العكس تاع الاحتكار نساوى. عمري 43 سنه. الله يبارك طول في عمرك. الله يسلمك. كي كنت في عمري 20 هكا واحد لاغوستات تاع الكاتو بصح ما وراوهاليش. قالت لي قلبك. عييت بس ضربت نقول لك باش وين لقيتها؟ لقيتها في جورنال. اليوم الحمد لله اللي كاين شاف ليلى وتمد لكم واحد الجزائر. الله يخليكم زهره. زيدي مديها باش تعتبر صدقه جاريه ان شاء الله تنفعني وتنفعك. الله يخليك الله يخليك. شوفي شاف ليلى على بالك بنتي تموت عليك صغيره. بوسيها لي الله يحفظها لك. الله يسلمك. عندها كيكوطه تاع لي جوي تجيبها وتقولي جات. بابا تقولي واش طيب جات يا عمر يسلمينا عليها والله هذا الشيء يشرفنا كي راكم قاعدين دائما تشوفوا فينا وتابعوا فينا. الله يسلمك وربي يخليكم هنا. الله يسلمك زهرة. والحاجه اللي تفرح انكم تمدوا لنا اطباق نقدر ظرف واش كاين في الكوزينه نروح نطيب. وهذا هو هدفنا والله هذا هو الهدف تاعنا. الله يسلمك وربي يخليكم لينا ويخلي قناه الشروق. الله يخليك شكرا لك. شكرا لك على الاتصال. وربي يفتح علينا هذا الوباء. امين امين يا رب. امين 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 يا رب. شكرا لك الله يخليك. شكرا لك سيدة فاطمة الزهراء يعطيك الصحة على هذا الاتصال. إذا لينا شفتي كما قالت طاقة إيجابية يحبوا صح والله طاقة إيجابية والمحبة توصلنا حتى البلاطو وتمد لنا قوة أكثر شيء كما قالت نحبوا الأطباق لأنه عندنا كامل المواد اللي موجودة نقدروا نديروها. وين حقنا احنا اللي كملنا عندنا البصل والطوماطيش قلنا القطعة تاع اللحم اللي عنده يدير اللي ما عندوش ممكن يستغني عليها. عندي ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره. عندنا الحار نديروه في الماء سخون اللي حب اللي ما حبش قدر ينحيه. هذا فلفل دريس يعني. هذا فلفل دريس نعم. قلنا اللي ما حبش الحار يقدر يدير حتى راس طرشي احمر راح يعطيه نكهه هايله. نشوه ونقطعوه نديروه اخر شيء. عندي شويه زعتره وعندي لهنا شويه حشيش تاع الشوربه مخلط مع شويه معدنوس يعني عادي. نقلي البصل نزيد عليه الطوماطيش اللحم ندير لاطوماط ولي زيبيس راح يكون عندي ملح فلفل كحل شويه تاع الكمون والعكري وعندي شويه تاع راس الحانوت. نمرقوها ونخلوها تطيب. بعد اللي تجهز يطيب اللحم تاعنا نخلطوه مع اللوبيا يزيد يغلي شويه ونقدموه بالصحه والهنا. بالصحه والهنا. واش نزيدوا الخبز باش يخمر؟ بالخبز باش يخمر. والطريقه تاعنا تاع نهار اليوم راح تكون عندنا كيله تاع سميد رقيق متوسط اللي يقدر يدير رطب يدير كل واحد واش عنده ماشي برك الخشين. الخشين راح نخلوه للتحليه. اوكي اذا كيله تاع سميد كيلت بهذه الكيله كيله سميد ودرت زوج كيلات تاع فارينه. الفارينه دائما اكثر من السميد باش يجي السيده سهل في العجن. كيما تقدر ديروا كما سميد ما كانش مشكل. اذا راح ندير مغرفه ونص كبيره تاع خميره تاع العجن وعندي مغرفه كبيره تاع السكر وعندي زوج مغارف تاع الزيت ونطموا بالماء. لهنا اليوم راح نغير الطريقه داري نعجن ونغطيه ونخليه يخمر. اليوم ايمان ما نخليهش يخمر. بعد اللي نعجنه مباشره سورتو لك كان سميد يندلك شويه بسميد وفارينه راح ياخذ لنا واحد الخمس دقائق تاع الوقت. نعجنو مليح العجينه تاعي ما تكونش ناشفه وما تكونش طريه متلوقه بزاف. راح تمتم نكورها نديرها كويرات حسب واش راني حابه كبيره ولا صغيره. نرمدها في السميد ونحلها مباشره على الطرشونه. انا اليوم راح ندير سوغ ان بابي كويسون ونغطيها ترتاح حوالي خمس دقائق ونبدا نطيب. اوكي يعني خبز اليوم كانت تقدروا ديروه في اسرع وقت ان شاء الله وراح يكون ناجح معكم. سهل مال مانا نكملوا لينا نكملوا نديروا رفيس وباش نخليك تخدمي بغرضك يعيشك وكي تحبي نطلب وكي تحبي نطنجي. اذا الرفيس تاعنا تاع نهار اليوم اللي طلبتوه بزاف وكاين بعض المناطق يسميوه الكعبوش كاين رفيس تونسي كل واحد كاش يسميه. المهم تشوفوا معنا المقادير راح تفهموا واش راني نقول. عندنا الحاجه الاولى راح تكون عندي كيله من المارغارين. تاخذوا كاس مثلا تعبروا به. خديت كاس اللي يحب الميزان درت 250 غرام من المارغارين راح يكون معاها لو دوبل يعني لا درت كاس تاع مارغارين راح ندير زوج كيسان تاع التمر منقي من زوع النوى اللي يحب يفورو ولا اللي يحب ينقيه. بالميزان راح يكون 500 غرام. نخدم مليح الزبده مع الغرس في جفنه نحلحلها مليح حتى تدخل الزبده مع الغرس بسخانه تاع يدي راح ينحل
حاجه سهله. نروح ناخذ التشيشه، التشيشه اللي هي سميد الحرش صفيان، شوف معنا اللي هو سميد الحرش اللي ديروا به الطمينه، حمصته وراهو بارد ماشي كما الطريقه تاع زمان اللي لازم يكون سخون حتى يشلطط لك يديك. اذا حمصته، انا حمصته البارح راهو بارد. اذا كيلا مارغارين، زوج كيلات تاع الغرس، وراح ندير ثلاثه تاع الكيلات تشيشة. يعني لا درت 250 500، هنا راح يكون 750. اللي حب الحلاوه المعتدله هذا يكفي، اللي حبوا حلو شويه راح يضيف زوج مغارف تاع عسل لا اكثر. نلموهم، ناخذوا اي طابع اي فورما، انا اليوم اختاريت هذا تاع الملمول، ويعني نديروه في الطابع ونخرجوه. احنا تحصلنا على تحليه مقادير كامل، يقدر يدوروا عادي كما كنا نديروا، يعجنوه يديروا مقروطات، كل واحد كاش حب يديروا ايمان. شكرا لك ليلى، يعطيك الصحه على كل هذه الوصفات اللي قدمتيها لنا. كما قلتي راح نعاود نولي لك ان شاء الله بربوط الله، ولا ما جيتش انا مخرجه محمد امين جنادي راح يتبع كامل الخطوات. بقاو معنا مشاهدينا الكرام، راح نبداو في استقبال اول الضيوف بعد هذا الفاصل. المدني اللي كثفت جهودها ونشاطها خلال هذه الفترة اللي تمر بها البلاد، وخلال الكثير أو من خلال الكثير من ولايات الوطن. راح نروح بكم إلى مدينة القليعة، أين تنشط فيها جمعية رزق الله ومكتب هذه الجمعية في هذه المدينة. راح يكون حاضر معنا اليوم سيدتان ناشطتان جدا في هذه الجمعية، السيدة أبو رحلة دليلة رئيسة جمعية رزق الله. صباح الخير، مرحبا بك. صباح النور، نورتينا. والسيدة غراز سعاد عضوة بالجمعية، صباح الخير، مرحبا بكم. صباح الخير. إذا كما قلت في التقديم، الكثير من الجمعيات راهي تكثف من جهودها ومنشاطها خلال هذه الفترة، والأشخاص بحاجة ماسة لدوركم الآن في المجتمع المدني وبكل ما تقوموا به. تكلمنا في الكواليس، قلت لي سيدة دليلة أن نشاطكم الآن هو في خياطة الكمامات والقفازات وتقديمها للمصحات الاستشفائية. قبل ما نبداو في نشاطكم اللي راكم تعتمدوا عليه وبرنامجكم الآن في هذه الفترة، نتعرفوا أول شيء بهذه الجمعية، جمعية رزق الله. السلام عليكم، نشكركم على الاستضافة بتاعكم اليوم. مرحبا. الله يسلمك يعيشك. دونك سيدة أبو رحلة، عندي ورشة، قبل كل شيء جمعية خيرية رزق الله، رئيسة هي جمعية ماهيش مجموعة. جمعية ولائية. ولائية. جمعية تنشط في أي ولاية؟ ولاية تيبازا. 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 أنا رئيسة مكتب القليعة. أوكي. دونك عندي أتيلي هنا، ورشة محمد في قليعة. ندير الخياطة، خياطة طرز وخياطة تقليدية. مادام ربي ابتلانا بهذا الكورونا هذايا والآخر، دونك انا شفت باللي رانا مخصوصين كمامات، وشفت الناس قاع يحوسوا على الكمامات وما كاش وماشي موجودين عند لي فارماسيا وكامل. دونك جاتني الفكره اني نخدم الكمامات. اتصلت ببعض الجمعيات ومنهم الجمعيه تاعنا، قلت لهم يعني الا كان تساعدوني انتم بالقماش وانا باع ليا بالخياطه ونديروا كمامات طب نتبرعوا بها في على مستوى ولايه تيبازا. يعني سيده دليا انت في الاصل خياطه، عندك ورشه. خياطه. اها، الله يبارك عليك. الله يسلمك. ويعني بما انه الكل يتكلم على نقص في الكمامات، وانا شفنا دول كبيره يعني عندهم نقص في الكمامات، فما بالك احنا في الجزائر. قررت تديري هذه المبادره انك تخيطي الكمامات عندك في الورشه. بها عندي ورشه، في ورشه محمد في القليعه. اها، وشكون راه يعاون فيك؟ دونك في الاول بديت وحدي باسكو الناس كاع خافت الكورونا، خافت الكورونا وراحت، حتى الخدامات راحوا كامل، اتصلت بهم بالهاتف دونك ما قبلوش، وكاين اللي ما قبلوش يعني بينيفال متطوعين، حتى واقترحت عليهم باللي نعطيهم ان بري سيمبوليك برك يعاونوني ويجوا. كاين البعض اللي ما حبوش، درت انا وحدي قلت يا نخيط واش كتب ربي وندير هذه فرصه اللي الواحد يدير فيها الخير في بلاده ويواسي لاخر. بديت وحدي، التحقت بيا سيده سعاد زميلتي وعضوه معايا في الجمعيه. سيده سعاد، كي اقترحت عليك سيده دليله انك اقترحت عليك الفكره انك تكوني معها في الورشه وتخيطوا هذه الكمامات، واش كان رايك اول شيء؟ نورمال، يعني انا كرايي كونتخيغ رحبت بها. كاين الناس اللي ما عندهمش، كاين بزاف يعني كيما المستشفيات مخصوصين، كاين بزاف
صديقة رحبت بالفكرة، يعني فكرة مليحة. شحال راكم تخدموا في اليوم وكيفاش راكم مقسمين أوقات دوك العمل؟ دوك نخدم في لاجورني، نخدم في لاجورني نسهر حتى الوحدة الزوج تاع الصباح، نخدم حتى 600 400 الصباح. الصباح نروح نتجه للمستشفى، الحق فتحوا لي الباب ويكثر خيرهم مستشفى القليعه، افتح لي الباب وهما اللي يستيريليزيوهم لي، نعطيهم لا كونتيتي اللي خدمتها. شحال راكي تمدي في النهار؟ نمد حتى 400. 400 حتى 400 حبه قسموها يعني. ونقسموها ما نمدوهاش كامل، نمدوا للمستشفى مع ان هما اللي راهم يستيريليزيو لي فيهم، نخلي لهم الكوطا تاعهم لانه لازم يتعقم. فوالا نخرج نروح نبدا نمد للجواجي للخبازي دي فوا نصيب دي جون هكذا برا اعطيني، مي دي فوا ما نكذبش عليك كاين اللي كي تعطي له وحده زوج يقول لك زيدي لي لمرتي لولادي، انا راني كونتخ هذا الاخر باسكو الا عطيت له لمرته وولاده صافي زيغ باش يخرجهم، وحنا رانا نقولوا قعدوا في بيوتكم صافي نقول له لا لا سامح لي نعطيك ليك انت راك تقضي في الحاجات وراك برا هم ليك زوج يكفيوك. سينو حنا كانوا معنا هنا مختصين واكدوا انه لبس الكمامات هو الاجدر اول شيء بالناس اللي يعملوا في المصحات الاستشفائيه ولا القطاع الصحي، من بعد للناس المرضى او اللي عندهم بعض الاعراض لازم انهم يرتديوا الكمامات. نكمل في اصحاب الامراض المزمنه نكملهم نعطي لهم، نجوز على الدار على لي بومبي الشرطه هادو ما باسكو راهم واقفين علينا وراهم الاخر ومهما يجيبوا هادو شنو سي دي جوتابل تستعمليهم حتى 4 سوايع 5 سوايع ولازم ترميهم قد ما تجيبي لهم ما هم شرا ما مش رايحين يكفي. صح مواد اوليه القماش شكون اللي يمده لكم سيده دليله؟ انتم تشروه او كاين ناس؟ لا لا انا نشريته بصح كان التبرع من الجمعيات شاركت معايا جمعيه سنابل الخير جمعيه تاعنا تاع رزق الله فوالا وكاين اللي راهم يجيبوا يلحقوا لي في القماش وانايا ناس متبرعين وانايا نخيط. اكتفيتوا برك بالكمامات ولا وسعتوا النشاط؟ انا في هذه الساعه راني غير بالكمامات. لا لا ما كاين لو البارح جابوا لي قماش جمعيه جابت لي قماش باش نخدم لهم لي تابلي هذاك القصر باللي بونتالون تاعهم تاع لي بلوك جو بالك المستشفيات راهم نقص في الاخر هم جابوا لي باش نخيطهم لهم مازال ما بديتش فيهم. طيب سيدة سعاد ايضا كيفاش راكم تقوموا بعملية التوزيع؟ كاين الناس هما اللي يوزعوهم لكم ولا انتم تتنقلوا شخصيا؟ مرات حنا نتنقلوا لا بليبار دو تو حنا نتنقلوا دي فوا يعيطوا لي باغ تيليفون ولا قال انا مستحقين ولا نقول لهم ارواحوا تدي برك تبرع ما نحبش يروحوا منه ولا تبرعوا بهم انا نفتح الباب راهو مفتوح ومام اللي دائي اللي حاب يجي يدي مرحبا باسكو راني دايرتهم تبرع يجوا يدوا من فضلكم برك نحبهم يروحوا تبرع. سيدة دليلة وسيدة سعاد والله مبادرة جميلة وعندكم أجر كبير عليها خاصة كما قلنا أنه نقص كبير في الكمامات. حبينا نعرفوا أنه الجمعيات أيضا لازم تأخذ تدابيرها الوقائية بما أنكم راكم تشتغلوا أيضا في ورشة راكم تنقلوا وتقتربوا من الكثير من الناس وش من تدابير راكم داينها كمكتب للقليعة لجمعية رزق الله؟ حنا أولا راهم ليزين نجيبوهم دونك نقدر نوري لك برك حنا كيفاش نعطيوهم لهم. هاي الكاميرا تاعك السيده دونك هم لك كيفاش حنا كي نديوهم لهم نديوهم لهم هكذا ماهمش مستيريليزين دونك نديرهم في دون دي ساشي نديهم لهم هكذا مخيطين هاي ليك وراهي هاي ليك وراهي الكمامه مخيطه برك وماهيش مستيريليزين وكاين النوعيه الاوليه هذه سي ميديكال ها هي وراهي ثانيك ما راهيش مستيريليزين ماهيش معقمه. وش نوعيه القماش؟ هذه برومي كاليتي فيها 3 كوش هذا تاع ميديكال هذا نو هذا الي لافابل هذا يقدر ميم كي يستعملوا الواحد يقدر 3 أيام 4 أيام وشنو برك لا فان جورني يغسلوا بلا جافيل ويعاود يستعملوا 3 أيام 4 أيام ومن بعد ما نجيبوهم من التعقيم من المستشفى هاي اللي كيفاش نخرجوهم من المستشفى يعطيهم لنا دون دي ساشي هكذا معقمين وهاي اللي وراهم ها هم وراهم ها هي وراه ها هي وراه معقمه ولا يجوني اسهل كي يعطيهم لي هكذايا ويديروا لي دون دي ساشي وشاك ساشي باغ اكزومبل فيه 10 فيه 20 باش يسهلوا عليك يسهلوا عليا العمليه تاع التوزيع. اوكي لكن انتم كاعضاء في الجمعيه كيفاش راكم تقيوا نفسكم من راكم تخرجوا للشارع راكم عندكم احتكاك مع الناس؟ شنو التدابير اللي راكم ديروا؟ مادام رانا نخدموا فيهم حنايا كنا نديروا الكمامات
نواسيو يدينا بلاقه. ما نقتربوش بزاف يعني داير لي ديسونس بينا وبيننا. يعني داير احتياطنا. كاين ولو داخلين لاهلنا ولدارنا سي نورمال عند الباب النحو هذاك. يسلموا كرشهم يقابلوكم اهلكم. وي فوالا دونك انا قبل ما ندخل نحي ذوك القفازات ونحي هذيك البافات وديريكتومون نرميهم عند الباب ما ندخلهمش معايا للمنزل وكي ندخل ديريكتومون للصال دو بان ديريكت نغسل ونواسي ومن بعد ندير انجيل انجيل راه موجود عندي ندير لو جيل هذاك باش نروح نقابل ولادي. احسن شيء لازم يعني الوقايه احسن من كل علاج. احنا نفتح لكم المجال سيده سعاد سيده دليله الكاميرا امامكم اذا عندكم اي نقائص على مستوى هذه الجمعيه ومكتب القليعه تفضلوا يعني نداءكم يقدر يوصل الى اي مسؤول. النداء تاعي انا نقول اي واحد يعني قادر يجيب لنا القماش نسحقوا القماش برك الخيط راه عندي كلش عندي القماش ويجي يتبرع عنا به وحنا نخيطوا ورانا نكملوا في الاخر حتى ربي ان شاء الله يرفد علينا هذا ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب. شكرا لكم اعانات برك هذا ما كان ان شاء الله يا رب. نقدر نشكر الجمعيات تفضلي ولا عندي جمعيات كما السيد العيد، السيد العيد اللي كان ينشط معايا بلا هذا الوباء كان ينشط معايا ندوا لي كوش للعجايز، ندوا الجال هذا ثاني كي بدينا بالجال جابوا السيد العيد هدايا وتبرعنا به انا احنا للجمعيات باش ثاني تبرعنا به، نشكروا بزاف بزاف انسان نشيط، جمعية سنابل الخير ثاني ما شاء الله وهي الأولى اللي عطتني باش شريت القماش باش نتبرع بالكمامات ثاني نشكرهم. واش نقول لكم؟ نقول لهم برك كاين باسكو درت الاخر في ان فيديو في الاخر لاموني كاين اللي شكروني وكاين اللي لاموني قال لك على تعطيل الدرك وعلى تعطيل الاخر. الدرك والشرطه والمستشفى وكاع راهم قايمين هما اللي راهم واقفين علينا طبعا وهما اللي راهم الاخر. خط الدفاع الاول. فوالا وقالوا لي روحي بورت ا بورت مدي للشعب. انا لا وليت نمد للشعب في الدار بورت ا بورت صافي راني نشجع في الغاشي باش يخرج يدير الكمامات ويخرج برا وانا ما حبيتش نمد نمد اللي نصيبهم برا يقضيو ويقضيو في حاجتهم باش يعاودوا يدخلوا مي باش عمال قطاع الصحه هم الاولى وايضا عمال الامن وكل الحمايه المدنيه وكل الناس اللي راهي تسهر وراه كما يقولوا مسبله نفسها في سبيل حمايتنا وحمايه كل شخص في الجزائر. شكرا لك سيده بوحله دليله رئيسه فرع جمعيه رزق الله بمدينه القليعه والسيده غراس سعاد عضوه في هذه الجمعيه. شكرا لكما يعطيكم الصحه وربي يقدركم دائما على فعل الخير. بعد علينا شكرا امين يا رب. شكرا لكم. اذا المشاهدين مازال مستمرين معكم بقاو معنا ما تروحوش بعيد. نبدلوا جو هدفنا هذا هو. اذا نبداو دائما مع الفقره الثقافيه واكيد كما قلنا دائما نتواصلوا مع الفنانين حتى يبعثوا لنا دي فيديو سبيسيال لنا البرنامج صباح الشروق يحكيوا لنا على الحجر الصحي نصائحهم وتوعيتهم للناس اللي يحبوهم. نروحوا نشوفوا اول فنانه حاضره معنا هي سهيله بالشهب ورسالتها للناس اللي تحبها واكيد كيفاش غيتجوز الحجر الصحي. صباح الخير اخي محمد وصباح الخير على طاقم الشروق وعلى كل الجزائريين. طبعا احنا نعدوا في فتره كما نسموها الحجر الصحي او الحجر المنزلي فاكيد راح نحكي لكم شويه كيفاش نفوتوا. طبعا انا متعوده على قاعده البيت فمش حاجه جديده عليا فاهم كيفاش يعني نورمال عندي اني نقعد في الدار. الشيء برك اللي شويه حسيته ضغطني اكثر انه على بالي بلي ما لازمش نخرج فهذا هو المشكل. انا حرقت روحي جلست في الطياب حرقت روحي شويه تعلمت بزاف صوالح بخصوص طبعا الامور تاع الدار. اهتميت اكثر بالاسره تقربت منهم اكثر خاصه الفتره الاخيره الواحد كيكون مشغول دائما يكون بعيد عنهم. نحكي لو كما قلت اذا اختاروا يعني اذا نختار ثلاثه يفوت معايا الحجر المنزلي يقعدوا معايا في الحجر المنزلي اول شيء اسرتي اكيد ما نقدرش نبعد عنها اصلا ما نقدرش نبعد عنها. وعندي سوسو صاحبتي والببليك تاعي الجمهور الناس اللي تحبني ونحبها بس على بالي بهم نحو ذيق روحي وانا تاني فياريت لو كنا كلنا قرب من بعض وفوتنا مع بعض لكن كاشخاص معينين لا ما عنديش يعني قلت لك سوسو الناس اللي تحبني اللي هم المتابعين تاعي ودارنا اكيد. نحكو على نجاح الاغنية بما انك سألتني عليها مازالت قادة تاخذ حقها اكثر صراحة لانه مش نشكر فيها لكنها متميزة شوي على الأغاني اللي أنا خرجتها من قبل
أغنية تحكي على الواقع اللي أنا مريت به والكثير مر به، فمستنية نجاح أثر توت هذه الأزمة إن شاء الله، وكامل نوض بخير وألف سلامة إن شاء الله على ألف صحة وسلامة إن شاء الله للناس اللي راهم تعبانين سواء بالفيروس كورونا أو أي شيء ثاني، إن شاء الله يقوموا عن قريب بألف سلامة، والله يرحم جميع المات سواء بالكورونا ثاني أو غيره، وكما نقولوا اهتموا بالتعليمات اللي يقدمونا فيهم الدكاترة لخطرهم تعبوا. تحية طبعا الممرضين اللي راهم واقفين وحارسين على سلامتنا، ولل لكل من راح قاعد اصلا يتبع هذا كما نقولوا التعليمات، اكيد هو ثاني راه حريص على سلامته وسلامه اهله وسلامتنا كلنا، فالتزموا بالتعليمات. I love you so much. Bye. شكرا لك سهيله بن شهاب، يبدو انها تستمتع بالحجر الصحي. اكيد كما قالت لك انا انسانه بيتوتيه، تسمى هذه الحاجه ماشي جديده عليا. احنا برك نقولوا للمشاهدين انه يبقى دائما الفن رساله، ومن واجب الفنانين اللي عندهم نسبه متابعه انهم يوعوا بالعكس يقدروا يوعوا بزاف الناس، وعندهم ملايين كما سهيله بن شهاب الناس يحبوها، يعني يقدروا يسمعوا رسالتها. اكيد، وهذا واجبنا نحن كاعلاميين كذلك. ايمان، نروح الى فنانه اخرى، نروح الى نوال ايلول اللي اختارت بطريقه مميزه انها تقول للناس اقعدوا في ديوركم ما تخرجوش حفاظا على سلامتكم. نروح نشوفوها وراجعين. ما تدري بعشيتك صباح وفي سحركم دير الحمية وفي فنونك مع الملاح قم اغتنم سعى هنيا الدنيا ما هي إلا مزاح يا ساقي قوم فيض الزجاج واسقينا عن غفلتي الرقيق على حضيره. صوت جميل نوال ايلول، رائع، وطريقة عجبتني ثاني. اكيد طريقة جد مميزة، وفي الأخير توجه رسالة كما قلنا لكامل الناس، تقول لهم stay at home، واختارها بطريقة فنية فنية، وهذا هو الفن. برافو نوال ايلول. صح، نزيدوا نتواصلوا ولا نكملوا الفيديو؟ يلا نزيدوا نتواصلوا مع الفنانين ديالنا، ونروحوا الى فاطمه بالحميسي اللي كانت وجهت رساله جد مميزه لكل ناس بليده، واكيد وقفتنا معاهم وقلبنا معاهم دائما، ونعرفوا انه الجزائريين ايمان في وقت الشده دائما يد واحده. صح. يلا نروحوا نشوفوا رسالتها وراجعين. السلام عليكم، اليوم الجزائر والعالم كامل يعاني من فيروس كورونا كوفيد 19. حبيت نقدم رسالتي لناسنا واهلنا واحبابنا بالبليده. ناس البليدة راكم في القلب، بينتونا باللي راكم واقفين صامدين صابرين في زمن الكورونا، أنتم مثال للصبر. إن شاء الله يا ربي البليدة ترجعي الوريدة كما كنتي، إن شاء الله يا ربي يرفع عنكم وعنا هذا الوباء، يا ربي يرحمنا برحمته إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي القادم أجمل بإذن الله، هذا مجرد وباء ربي ابتلانا به باش نراجعوا نفوسنا ونتعلموا منه الدرس. لازم علينا كامل نديروا اليد في اليد، احنا الجزائريين كي نديروا اليد في اليد نتغلبوا باذن الله على فيروس كورونا كوفيد 19. خليكم في الدار وان شاء الله يا ربي يحفظ بلادنا. كما قالت ان شاء الله ربي يحفظ بلادنا ويحفظ كل مدننا ان شاء الله، وكما قالت البليدات قاعد دائما وريده الجزائر. صح صح، وهي شده وتجوز. ايمان، نروحوا الى فنان اخر، نعرفوا انه فيه من العديد من الانتاجات اللي توقفت بسبب الكورونا، وحفاظا على سلامه طاقم التصوير هاد المسلسلات، نروحوا نشوفوا امين دلال وكيفاش راهو يجوز في الحجر الصحي. السلام عليكم، معكم امين دلال الممثل، جيتكم اليوم باش نحكي لكم
La première question هي كيفاش راك تجوز في الحجر المنزلي؟ نرقد نوض على الوحده نتفرج شويه لي سيري نسمع قران ونصلي هذا ما كان. لا دوزيام كيستيون كان عندكم تورناج وحبستو؟ وي كان عندنا تورناج وحبسنا، كنا في دوزيام بارتي تاع حصه نهار من حياتي حبسناها نفسي تكون تاني تاع عائله دونك عندنا انه في خلل في الصوت للاسف، معليش نحاولوا في مرة جاية كي تجينا نعاودوا نسمعوا تصريح امين دلال. نكملوا مع الاخبار اللي عندنا، نروحوا الى اخر محطه ايمان بصوت حاتم عمور اللي اختار اغنيه لاكيد كل الطاقم الطبي وجه لهم رساله جد مميزه. نعرفوا انه هما الرقم واحد اليوم في هذه المحنة إيمان، هم يقوموا بواجب وزيادة كما نشوفوا استنزفوا كامل طاقتهم وهذا دائما باش يحافظوا على سلامة المواطن. ومال الجيش الأبيض اليوم صح الجيش الأبيض نقول تحية إجلال وتقدير ومحبة لكل ما يسهروا على حمايتنا. صح نسمعوا نكستريم هذه الشانسون إيمان أيضا اللي عنده دور توعوي كبير من خلال فقراتنا ومن خلال ضيوفنا أيضا نسلطوا الضوء على الكثير من المواضيع خاصة في هذه الفترة، نسلطوا الضوء على حركة المجتمع المدني وأيضا نتكلموا كثيرا على المواد اللي أو الأغذية اللي قد تساهم وترفع من مناعة جسم الإنسان، ونحن بحاجة ماسة في هذه الفترة إلى هذا الجهاز، جهاز المناعة عالي مدى بينا نقويه بكل شيء طبيعي. نرحب بكل من رباحي محمد رئيس جمعية فن بلا حدود، صباح الخير مرحبا بك. صباح الخير الله يحفظك. مرحبا. وأيضا السيد بوتلجا محمد رئيس جمعية مربي النحل، مرحبا بك نورتنا بحضورك لثاني مرة. مرحبا أهلا وسهلا. البداية راح تكون حنحلو الشباب نتكلموا شوية على المجهود اللي يقوموا به على نشاطاتهم اللي كتفوها في هذه المرحلة. جمعية فن بلا حدود هي جمعية فنية بامتياز، لكن بما أن الضرورة الآن تقتضي أن الجميع يتكافل والجهود تتضافر، شباب هذه الجمعية يعني اتجهوا للاعمال الخيريه والتطوعيه. رانا نشوفوا جبت لنا معاك بعض الكمامات وايضا الغسول المطهر اللي نتوما اللي راكو تنجوا فيه ولا برك راكو توزعوه؟ احنا رانا نوزعوا فيه. أوكي. ومام كما الكمامات رانا نخدموا مع الجماعه مع جمعيات اللي في البلديات اللي مجاورين كما بلديه بوسماعيل. انتم ناشطين بلديه شعيبه بتيبازا. بتيبازا بلديه شعيبه بتيبازا. احنا فرقه مسرحيه، ما يتطلب علينا باش نوقفوا مع خاوتنا ومع الشعب تاعنا في هذا الظرف اللي طحنا فيه. ان شاء الله ربي يبعدوا علينا، ان شاء الله يخفف علينا. رحنا تطوعنا مع جمعيه ناس الخير بوسماعين وجمعيه ثانيه دير الخير مادامك صغير ثاني في بوسماعين. مادام احنا في البلديه تاعنا ما عندناش جمعيات وناقصنا شويه هذه الجمعيه الخيريه وكاع، تسمى ما عندناش اللي وفر لنا هذو الامكانيات، تسمى اتصلت بالاصدقاء تاعي هذو وعاونونا وقفوا معنا، وحنا ثاني الاعضاء تاعي رحنا معاهم ساهمنا معاهم ورانا نوفروا هذو الكمامات واللوجال هذا للمصالح السلك الشرطه والدرك الوطني وحتى المستشفيات. يعني بالرغم من انه النشاط الفني والمسرحي راه متوقف هذه الايامات الا انه انتم كشباب ما توقفتوش. ما توقفنا يعني وراكم تتوجهوا الان كما قلنا الى توزيع كل المواد اللي يحتاجوها خاصه الاطباء والمواطنين. كما الكمامات نظن راكم توجهوهم للقطاع الصحي ولا المواطنين؟ القطاع الصحي والسلك الامن. اها كيفاش قسمتوا نشاطاتكم يا شباب؟ قسمنا احنا يا كيما احنا يا رانا كيما الماده الاساسيه كيما القماش وكاع منا يا رانا نشوفوا الناس اللي تحب تعاون كيما الاعضاء تاعي رانا نشوفوا اللي حاب يعاوننا ندوروا على لي سيبيرا تاع الناس اللي تحب تدير الخير باش يعطونا شويه دراهم ونروحوا احنا نجيبوا القماش وندو ما عندنا حتى خياطات نعطيهم الصحه في المنازل تاعهم احنا ندوا لهم القماش وما يعاونونا يخيطونا وندوهم المستشفيات نعقموهم ومن بعد نروحوا حنايا نوزعوهم. تنقلكم كيفاش راهو يكون يعني بالوسائل الخاصه بكم انتوما ولا الجمعيات يوفروا لكم النقل؟ كاين البلديه تاعنا راهي اللي راهي موفرت لنا
بهذه المناسبه نشكروا السيد بوطالبي عمر وبو منصوره محمد اللي راهم معاونيننا بزاف بزاف بالوسائل تاعهم تاع البلديه وثاني بالوسائل النقل تاعنا اللي عنده وسائلات نقل سما كاع رانا في 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 معركه رانا نخوضوا فيها سما لازمنا نتعاونوا. نعرفوا انه ولايه تيبازا فيها حظر جزئي كما العاصمه راهي كما العاصمه الحجر الكلي فقط راهو على ولايه البليده. لو اتجهنا الى اعلان يعني الحجر الكلي على كل من تيبازا والعاصمه حتبقاو دائما في النشاط؟ راح نبقاو ديجا اتصلوا بينا على ما كاش ما يكون راح يكون ولا سما اتصلوا بينا ودرنا لجان سما احنا الجمعيه تاعنا احنا والقدامى الكشافه الاسلاميه اللي ثاني بالمناسبه يعطيهم الصحه دائما هما رجال خفاء في الميدان سما حنايا هما وحنايا سما احنا اللي راح نوزعوا وراح نكونوا في الميدان ان شاء الله باش نطلب منهم باش ما يخرجوش كاع يريحوا في ديارهم. احنا بهذه الفتره بحاجه ماسه الى كل جهود الشباب اللي كيما انت محمد وايضا لجهود محمد ايضا لانه نعرفوا انه فيه الكثير من الاشخاص اليوم باتوا يبحثون عن كل شيء يقوي جهاز المناعه. لو ندخلوا اليوم على مواقع البحث على الانترنت راح نصيبوا كل المواد الغذائيه او الاوليه اللي تقدر ترفع من هذا الجهاز. ونعرفوا فائدة عسل النحل في محاربة الكثير من الأمراض وراح نعرفوا إذا عنده فائدة كبيرة في تقوية جهاز المناعة مع السيد بوتلجا محمد رئيس جمعية مربي النحل. صباح الخير مرة أخرى ومرحبا بك. إذا العسل أنا نقدر نقول جوهرة ثمينة ودواء من عند ربي دواء طبيعي أكيد راح تكون عنده فائدة في تقوية جهاز المناعة لكن بما أنك في الميدان أكثر تعرف خصائص أكثر منا ماذا بينا تحكي لنا على خصائص العسل في تقوية جهاز المناعة خاصة في هذا الفترة. احنا بالمناسبة احنا نحالين واحنا العسل هذا هو يقول هو مذكور في القرآن وكذلك وهو شفاء للناس ما يقولوش دواء للناس صافي دير واش معناتها ان العسل هذا نستعملوه غذاء قبل منه دواء هذه هي الفكره. بالمناسبه انا نطرق للاخت الشاف ليلى ونقول لها حتى الرفيس تاعك ديريه بالعسل باش تكون الناس عندهم المناعه فهمتيني يعني احنا هذا هو الهدف نتاعنا من الجمعيه نتاعنا ان الجمعيه نتاعنا دير عمليات تحسيسيه في كل بلديه العاصمه في 57 بلديه وفي كل بلديه نديروا المعارض وفي كل بلديه نديروا تحسيس للناس انهم باش يستعملوا العسل غذاء قبل منه دواء قبل ما تجي الكورونا وقبل ما تجي اي مرض. اكو ناشطين في هذه الفتره؟ هنا ناشطين لا اليوم رانا حابسين ما دام المعارض وقفتهم الدوله وكذا رانا حابسين في هذه الايام ولكن احنا بالمناسبه العسل لازم الناس تستعملوا غذاء قبل منه دواء لازم تكون الفكره تاع الانسان اللي يكون باش يستعمل العسل يستعملوا العام 12 شهر. كاينه دراسه علميه تقول انك تستعمل العسل زوج خطرات في الشهر عندك المناعه تاع العام. صافي دير كو حتى لو بيجي نتاعك تاع الشهر حتى كيفاش كي تحب تقسمو كي تشري بلاره تاع عسل ب 100,000 تنجم تستعمل في الشهر تاكل منها غير زوج خطرات عندك المناعه تاع العام. صافي دير ماهوش شرط. العسل كاين الكثير من الانواع من العسل الحر. وشنو هو اكثر نوع اللي يقدر انه يقوي جهاز المناعه؟ ما كاش عسل خير من عسل في الاخر ما كاش عسل خير من عسل. عندنا في الجمعيه نتاعنا عندنا تقريبا 18 نوع تاع عسل منه الشوك منه الخردل منه الجرجير منه البرتقال بالمناسبه راه داخل الموسم نتاعه الخردل بالمناسبه راه داخل الموسم نتاعه عندنا السدره عندنا اللبينه الحساسيه الامراض الصدريه الامراض التنفسيه ليزازماتيك امراض الربو هذو من فعاليهم كبيره عندنا البولين عندنا البروبوليس عندنا لاجولي رويال عندنا مشتقات الخليه كبيره يعني من الاحسن العسل تشوف انه ياكلوا هكذاك الانسان ولا يقدر يديروا في كل للاسف كان عطل تقني راح يجي زميلنا حمزه راح يعدل الميكروفون. نعاود نولي لعند محمد بما اننا نتكلموا دائما على العسل انت من الناس اللي تحب العسل الحر يعني الناس اللي تعتمد عليه في حياتك اليوميه. العسل مليح
ديجا ملي نشوف ملي كنت صغير لازم يماك لازم تعطيك مغرف حسن قبل ما تخرج من الدار. يعني فيه فوائد مليحه على حسن ويعطيهم الصحه يعني الجمعيه هذو تاع. انتم ايضا نغتنم الفرصه انه نزيد نخلي الناس ربما اللي يحبوا يتواصلوا مع جمعيتكم يعرفوا وين يقدروا يلقاوكم محمد. يلقاونا احنا يلقاونا في بلديه شعيبه ولايه تيبازا. عندكم مكتب ولا في المكتبه؟ في المكتبه تاع البلديه. رئيس البلديه وفر لنا مقر اللي هي المكتب البلديه، رانا فما المقر تاعنا. وبالمناسبه باش ما ننساش البيطاري. البيطاري اللي معنا السيد شريفي توفيق هو استاذ مساعد في جامعه البليده. هو اللي راه يخدم هذا المعقم هذا اللجال هذا الاخر اللي يعطيه الصحه يعني يعني بماله الخاص. احنا رحنا يعني صدفه باش نوزعوا له الكمامات نطولوا ليه باش يحمي روحه، حتى صبناه يخدم في هذا اللجال، حتى قلنا شرح لنا الطريقه منا، قلنا لا تساعدوني دخلنا معاه ورانا نعاونوا فيه. يعني هو يصنعوا بيده في المخبر خاص، في المخبر تاعو الله يعطيه الصحه وبماله الخاص وبالمجهودات تاعو. برافو برافو. احنا كما قلت في الفتره بحاجه لمجهودات كامل للناس. الخلل التقني انا صلحناه سي محمد، نعاود نولي لك. توقفنا على كيف كيفية تناول العسل، أي كيفية هي اللي تكون فيها صحة أكثر؟ هي اللي ثابت عليها أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أنه كان يستعمل العسل في الماء، الصباح يشرب العسل في الماء على صلاة الفجر إن شاء الله. تثبت أنه في النهار كامل عندك، شوفي كي تاكلي العسل يعني هكذاك المادة خامة، يعني تطلب لك 5 سوايع باش يتحلل في الجسم الإنسان. وكي تشربيه كي ديري العسل في الماء عندك في 7 دقائق تروحي ديري لي زاناليز تاعك تلقايه تام العسل هذاك او يسيركولي في الدم تاعك. فهمتيني؟ صافا دير كو الانسان ولا نهار يستعملوا غذاء لازم يستعملوا يديروه في الماء ويشرب. هي كما قلت لنا لازم يتناولوه كغذاء، نقدروا نقولوا يوميا غذاء قبل منه دواء. ماشي كي الناس بدا يحكمهم شويه اعراض تاع الزكام ولا يبدا يحس روحه راح يمرض يحكم بطاطا العسل ياكلها كل يوم. سي تو لو كونترير، كي الانسان يبدا يسعل وتكون عنده التهاب في الحلق صافي يدير حتى العسل فيه طو داسيديتي يزيد يضره، ماهوش راح يزيد ينفعه. فهمتيني؟ اما ليتك من الافضل يستعملوا غذاء على العام، يدير المناعه نتاعو على العام، كيكون جايو المرض يقول له الكورونا حبسي. والله نتمناو لو كان نصيبوا صحه شفاء في حاجه طبيعيه وماده اللي تكون في متناول الجميع، ولو انه العسل الحر ما نقدروش نقولوا راه في متناول الجميع ولا متناول جميع الجزائريين. نعرفوا انه الثمن يعني شويه باهظ الكثير من العائلات. لا لا اليوم 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 لا في اليوم احنا في البرنامج تاع الجمعيه تاعنا أن درنا دي بروموسيون حتى وصل للعسل السومه حاطه جدا. وثانيتها حتى راني نقول لك العسل ماهوش شرط تاكليه يوميا، العسل ثابت عليه في دراسه علميه مؤكده، دراسه بريطانيه يقول لك تاكلي زوج ملعقات تاع عسل في الشهر عندك المناعه تاع العام. هاكي فهمتني؟ صافي درت 100,000 تكفيك على شهرين. هذا ستان بيجي يعني صغير بالنسبه للشهر ولا بالنسبه للناس اللي عندهم دراهم. فهمتيني؟ واحنا اليوم كجمعيه وين رانا نديروا المعارض؟ جبت لنا انواع من العسل. جبت لكم انواع من العسل اذا ممكن فقط ياسين او زملائنا يجيبوا لنا العلبات. اوكي، تعرفنا على الانواع كل نوع وش النوع؟ عندنا الشوكيات عندنا جبت لكم العسل تاع الشوك اللي ينفع بالناس بزاف للفوا للكبد. عاد جبت لكم ثاني تكلبينا مليحه للحساسيه، الامراض الصدريه، الامراض التنفسيه. ونعرفوا هذه الفتره الحساسيه يعني راهي بكثره، هذا هو لو طون ديميديتي عندنا في العاصمه هنا شويه طالع، مليتك احنا ننصحوا بها بزاف الناس اللي عندهم الحساسيه والامراض الصدريه. جبت لكم باغ اكزومبل السدره فيها الفيتامين او ننصحوا بها الناس اللي عندهم امراض السرطان، الله يعافينا ويعافيكم. مع شويه الزنجبيل يعني نافعه جدا. عندنا ثاني تك البرتقال اللي رانا داخلين في الموسم نتاعو، ازهار البرتقال لهذا ورانا نخدموا في العسل تاعها. واش تنفع فيها؟ لي فيتامين سي وفيها النشاط الخلايا تاع المخ بطريقه مذهله جدا. طيب سي محمد، وكيفاش نقدروا نعرفوا الشيء اللي ارقنا احنا كي نشوا العسل؟ كيفاش نعرفوا اذا كان مدغول ولا عسل حر؟ ما المستهلك ما ينجمش يعرف، لازم احنا هذا هو الهدف نتاعنا من الجمعيه، اننا حصينا المبتدئ والهاوي والمحترف. اليوم احنا كي رانا نديروا المعارض هذو، ان الناس هذوك اللي تلقاهم في المعارض تاع الجمعيه مربين النحلي ولا الجزائر
كلهم ناس محترفين وشري وما تخافيش. يعني احنا نجوزوا على لابوراتوار، لابوراتوار تاع الدوله، كاين عندنا اللي نراو عندنا اللي تلف. احنا ما تنسيش باللي احنا الجمعيه نتاعنا تحت الوصايه تاع مديريه الفلاحه وتحت الغرفه الفلاحيه لولايه الجزائر. فهمتيني؟ يعني بالمناسبه اللي نحييهم، نحيي المدير ونحيي رئيس الغرفه ونحيي الجماعه. احنا 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 الجمعيه نتاعنا تمشي تحت الوصايه، صافي دير حتى الناس اللي تلقايهم حاطين عارضين عارضين المنتوج تاعهم كلهم في المعرض نتاعنا كلهم ما تخافيش، اشري وما تخافيش. انت كمستهلكه ما تنجميش تعرفي هذاك اللي يقول لك حرق العسل، هذاك اللي يقول لك ديروا ما يتقطعش، هذا ما كاش منها. الا المخبر اللي ينجم يقول هذا عسل حر ولا ماشي حر. شكرا لك سيد بوتلجه محمد رئيس جمعيه مربي النحل، يعطيك الصحه على القدوم. وايضا شكرا لك ربحي محمد رئيس جمعيه فن بلا حدود، نورتونا بحضوركم استمتعنا بحضوركم. شكرا لكم، شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا ما زال متواصلين معكم، نروح لاخر محطه من بعد هذا الفاصل. فاصل انشادي ما حش نبعدوا بزاف على الانشاد، نبقاو دائما في نفس المجال. راح نتكلموا على جمعيه الانشاد والاصلاح اللي تنشط على مستوى باب حسن. حاضر معنا رئيس الجمعيه السيد مراد للدات، صباح الخير مرحبا بك، شكرا لقبولك الدعوه. وايضا سفيان مدوري مسؤول اللجنه الاجتماعيه، هكذا صباح الخير مرحبا بكم، نورتونا بحضوركم. اذا جمعيه الانشاد والاصلاح على مستوى بلديه باب حسن، تعرفوا عليها اكثر معك سي مراد. وقتاش نشات هذه الجمعيه وقتاش بدا نشاطها؟ مرحبا، بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم، نشكركم على هذه الاستضافه الطيبه. هي كل جمعيه الانشاد والاصلاح معروفه على المستوى الوطني، هي جمعيه وطنيه تاسست في 1989. جمعيه عريقه يعني. نعم، هي معروفه على المستوى الوطني. الله يبارك فيك. وكذلك احنا جمعيتها على مستوى بابا حسن، هي نشات مع نشات الجمعيه جمعيه الارشاد والاصلاح على المستوى الوطني. من ذلك الوقت في 1989 هي تنشط وعندها وتحصي كل يعني فقراء والمساكين على مستوى البلديه. اضافه الى احنا العمل تاعنا هو عمل دائم، يعني ماهوش موسمي ولا مناسباتي. نعمله طيله سنه. مع هذا يعني هذا الوباء الذي حل علينا على كل حل على العالم وكاع الكره الارضيه، كتبنا الجهود تاعنا ونزل التعليم على المستوى الوطني الى مكاتب البلديه لانشاء خليه ازمه على مستوى كل بلديه على مستوى الوطني. انتم مكتب بلديه باب حسن؟ نعم. يعني درتوا خليه ازمه في هذه الفتره، نقدروا نعرفوا البرنامج اللي سطرتوا خلال الفتره كيفاش راكم تشتغلوا ونوع النشاطات اللي ركزتوا عليها ايضا؟ هي كل حال بعد تشكيل خليه الازمه اللي هي من رئيس الجمعيه ومسؤول اللجنه الاجتماعيه واضافه الى اعضاء تاع الجمعيه، اضافه الى متطوعين من خارج الجمعيه باش حنا نكثفوا العمل تاعنا، تجتمع هذه اللجنه كل بدايه الاسبوع لوضع برنامج خاص بهذا الازمه، ونوضعوا البرنامج من بين هالبرنامج هذايا هو جمع المواد الغذائيه على المحلات، اضافه الى وضع برنامج لتعقيم المؤسسات يعني تاع الدوله مثل الدرك الوطني، الشرطه، البنوك على المستوى المحلي، مركز البريد لي ديستريبيتور هذوك تاع الدراهم، نعم الموزعات تاع الصرافات او الموزعات هذوك الاخر. عندنا البرنامج هذايا احنا في بدايه الامر بعد تشكيل هذه اللجنه هذه كي وضعنا البرنامج، برنامج روتيني. لكن بعد ما لاحظنا ان الانتشار الوباء بدا في تصاعد، كثفنا النشاط تاعنا ودرنا في الخاليه قضيه تعقيم الاماكن الحيويه على مستوى البلديه تعقيم يومي، اضافه الى توزيع القفف على مستوى البلديه كذلك، اضافه الى كاين ربما كاين جمعيات كثيره ولا كاين شريحه احنا اللي ما راهيش معنيه ونسيناها، هما القضيه الشرائح اللي كانت تخدم جورنالي هذوك اللي يخدموا صح اللي عندهم قوت يومي. قوت يومي هذوك لي جورنالي هذوك احنا بصينا عليهم، حولنا عليهم على مستوى البلديه. عندكم قوائم على مستوى الجمعيه؟ أكيد. احنا الجمعيه عندها يوم كل عام كل بدايه سنه ولا بدايه الموسم نبداو باحصاء البلديه والفقراء والمحتاجين. فقلت لك فكثفنا احنا هذه الحمله في قضيه التعقيم والتوزيع. مؤخرا برك في بدايه الموسم قمنا بتوزيع 50 قفه على مستوى البلديه. الاسبوع الثاني قمنا بتوزيع طرود ماليه. كان بعض المحسنين لانه احنا رانا درنا مداومه يوميه في المقر من 9 صباحا الى 5 مساء.
قلت لك فبدينا في قضية التوزيع، شفنا هذه الشرائح اللي مخصوصة، بدينا التوزيع تاعنا في بداية الأسبوع قلت لك 50 قفة غذاء طرود غذائية. بعد ذلك كان محسن على كل حال بالمناسبة نشكروها على المبادرة تاعها، اتصلت بينا وقامت يعني وديناها معنا في قضية التوزيع. قمنا بتوزيع 70 طرد مالي بقيمة 5000 دينار جزائري. والاسبوع هذا رانا كتفنا كذلك قضيه، رانا ندور على المحلات، رانا ندور يوميا احنا في بدايه سنه، في طيله سنه نقوم بندور على المحلات يعني اسبوعيا. بما انه رانا في هذا الظرف ندور على المحلات حتى يعاونوكم ولا نحطوا سلات؟ عندنا سلل، عندنا سلل في المحلات في السوبيرات نحطوهم وندوروا اسبوعيا. نعم يتبرعوا، كاين اللي يشري يدور يلقى السله تاع سمو ياربين داخل. احنا بدايه الاسبوع نفذوا مسح مع هذا الاخر، مع هذا الوباء هذايا كثفنا الدورات اليوميه. رانا يوميا ندوروا ونجمعوا المواد الغذائيه باش ما يخفاش عليكم كذلك، رانا السله وراه مقبل شهر رمضان. جوستومون راح نطلق لهذا النقطه اللي هي شهر رمضان، وكان في خبر انه حتى على ما اظن، صح لي ربما انتك على بالك اكثر مني، انه فيه فتوى لتسبيق الزكاه. نعم. قبل شهر رمضان، بما انه الكثير من الناس قوتهم يومي، يعني من الاحرى الناس تقدر يعني تقدم زكاتها. وايضا قدروا نوجهوا ايضا نداء للناس اللي على بالنا تم الغاء العمره، وربما السعوديه تتجه لإلغاء الحج، يعني الناس تقدر تحج في الناس هذوما اللي راهم كاين يعني محتاجين واللي ما عندهمش حتى قوت يومي. انتم المحسنين هذو تحولوا انتم اللي تبحثوا عليهم ولا تقدموا ارقام وعبر مواقع التواصل وهم اللي يجوا عندكم؟ لا لا، هي في الحقيقه احنا عندنا، احنا في الفاس في الفيسبوك، عندنا في الواتساب. واسمها الصفحه؟ ارشاد باب احسن. ارشاد باب احسن، ارشاد باب يعني حسن. اي شخص يحب يتصل بالجمعيه على الفيسبوك صفحه ارشاد باب احسن. هذه احنا عندنا في الفويس، مو عندنا قضيه، حطينا اعلانات على المساواه البلديه اضافه الى اعلانات في المقر، في المقر تاع الجمعيه، وحاطين الارقام كاع الهواتف. ومن بعد كاين المحسنين يجوزوا كي يسقسي ويجوزوا، وحنا معروفين على كل حال على المستوى البلدي، قلت لك منذ تاسيس 1989 يتصلوا بنا. وفي بعض الاحيان كاين بعض المحسنين هما يصرون على باش يرافقونا في قضيه التوزيع وفي الحملات، وكاين اللي يقول لك لا لا انتم دبروا لسانكم ونقوموا احنا بتوزيعها. عندكم مناطق تركزوا عليها سفيان اكثر شيء محدده في باب احسن ولا؟ بالله يعني في كل منطقه، كل بلديه نقوم في بتوزيع في كل انحاء البلديه. ونسال يعني على المحتاجين، يعني نسال عنهم احنا، يتسمى اللي نروحوا لهم حنا نحوسوا عليهم. وكاين هما يسمى لي يتصلوا بينا بعد نسالوا عليه يعني. يعني ديروا بحث تسالوه اذا كان. نعم. اذا صح الانسان معتاد. عندنا ملفات طيله العام، عندنا ملفات عندنا، كاين محتاجين يسمى نعاونوهم طيله العام، كاين اللي ما تحسنش الحاله تاعهم يعني الماديه، يسمى دخل ضعيف وارامل والايتام والاخر، يسمى احنا نقوموا بالمساعده تاعهم طيله العام. عندنا قفه شهريه، يسمى يعني احنا نتوسعوا كي الدائره، يسمى نبداو من النقطه ونتوسعوا على حسب المدخول وعلى حسب المحسنين وعلى حسب الناس اللي تمد لنا. ما يمدوا لنا قفه، نمدوا قفه، يمدوا لنا 100 نمدوا 100 على حسب. على حسب واش فهمت، المحسنين فقط اللي يتبرعوا لكم، ما كانش هيئات او شركات معينه؟ نعم احنا نمدوا طلبات يعني للمؤسسات، المؤسسات نمدوا طلبات. وكاين هناك محسنين ثاني هما اللي يمدوا لنا يعني كاين اللي يمد، وعندنا السلات يعني اللي حيطينهم عند المحلات. يعني نقوموا بدورات اسبوعيه، وهذه الايام يعني نقوم بدورات يوميه. نجيبوا يعني المواد الغذائيه وكذا ونعمروهم في القفف ونوزعوهم على المحتاجين. وكاين يعني محتاجين يعني بكل يعني بلا ما نحرجوهم، بلا ما كاين اللي يجي عند في المقر تاعنا، وكاين احنا اللي نروحوا لهم يعني اكثر، احنا اللي نروحوا لهم يعني. نعم احنا اللي نتنقلوا على حساب في البلديه يعني في الديار يعني بكل. شحال من عضو كاين في جمعيه الانشاد والاصلاح بباب احسن؟ العضو بالمتطوعين ولا يعني بالمتطوعين؟ نعم. في هذه الفتره مثلا احنا عندنا حوالي 30 فرد، 30 فرد إضافة إلى المكتب، عندنا المكتب خاص لي وعندنا متطوعين وعندنا كلنا وناشط في هذه الفترة، ما كانش لي خاف على الفيروس يعني نبعد شوية. والله في الحقيقة هي دوكا سيلو سونس كونترير يعني راهم يكفوا في الحضور تاعهم وراهم يخدموا وراهم يخرجوا يوميا باش يعقموا. اكو دايرين تدابير وقائية لكم كأعضاء اللي يشتغلوا معاكم؟
عندنا تدابير وقائيه حتى قبل الانطلاقه تاع حمل التعقيم ولا يكون فيها وسائط توصيه يعني في بين الوسبو يديروا كاع الكمامات. عندنا القفازات، عندنا الليجال هذاك، اضافه الى احنا عندنا المكتب الولائي هو اللي يزودنا بالمكتب الولائي تاع الجزائر العاصمه، هو اللي يزودنا بالمواد الاوليه مثل جافال والليجال رانا يوميا يعني تعقيم يوميا. لرمضان عندكم برنامج مسطر؟ نعم اكيد عندنا برنامج مسطر. احنا قدمنا كما قلت لك قدمنا المساعدات كما قال لك الاخ سفيان. احنا عندنا قبل رمضان ثلاث اشهر اربع اشهر عندنا طلبات ندور على المؤسسات الكبرى حتى رجال اعمال نقدم لهم طلبات، وقبل رمضان نجيب المساعدات هذاك ونديروا احنا مخزون خاص. المخزون الخاص هذاك خاص بشهر رمضان. عند بدايه ولا قبل بدايه شهر رمضان نبدا نوزعوا. عندنا نوزعوها على ثلاث مراحل. المرحله الاولى في بدايه رمضان نعطوا لهم كاع هذاك الشربه فري كل ما يلزم من البدايه. بعد ذلك عندنا في وسط رمضان عندنا القفه الثانيه، وفي نهايه رمضان القفه يسموها قفه العيد باش يديروا الحلوى وكذلك الامور هذيك. ان شاء الله ربي تؤجرون ان شاء الله على كل خيرك وتقوموا به ان شاء الله. اذا عندكم رقم هاتفي نقدروا نودوه الكل على بال الملايين المشاهدين راهم يشوفوا فيكم، اي شخص حاب يتقرب منكم رقم الجمعيه اذا عندنا. عندنا 021 021 35 35 30 30 38 38. إذا رقم جمعية الإنشاد والإصلاح فرع باب حسن 021 35 30 38. نعاود نكرر 021 35 30 38. أي شخص أي محسن يحب يتبرع لهذه الجمعية هذا هو رقمها، وعندهم صفحة إنشاد باب حسن. إرشاد عفوا باب حسن. شكرا لك سي مراد للدار رئيس جمعية الإنشاد والإصلاح لباب حسن، وسيد سفيان مدوري مسؤول على اللجنة الاجتماعية شكرا نورتونا بحضوركم ويعطيكم الصحة. شكرا فيكم بركة. إذا مشاهدينا آخر محطة راح تكون رياضية بامتياز من إمداد زميلنا كريم سنشا في فقرة الرياضة. صباح الخير كريم. مرحبا. لباس بخير؟ صباح لباس. الحمد لله. نشاط والرياضة راح نصيبوه في فقرتك الخاصة بالرياضة. البداية باش راح تكون كريم؟ البداية راح تكون إيمان بعد شفنا يعني تصريحات كثيرة حول يعني الدكتور اللي يتكلم باش يسيو دواء الكورونا في إفريقيا إيمان، وكلم اللي للأسف كلم وقال باللي نسيو الدواء كما سيينا من قبل ادويه. نشوفوا بلي كثير من اللاعبين، احنا نتكلموا فقره الرياضه، نشوفوا بلي كثير من اللاعبين نجوم في افريقيا ايمان كما على غرارهم نجمنا ديلور ايتو دروكبا. كثير من اللاعبين اللي داروا ان ديكلاراسيون وتكلموا على هذا الطبيب على هذا التصريح الخطير جدا ايمان، مستفز والخطير صح، خطير ومستفز لكل يعني افريقيا ايمان. وشفنا باللي اللاعبين دوك نشوفوا الصور اللي مهيه باللي كثير من اللاعبين تكلموا وقال هاوليك ايتو تكلم وقال باللي لستم سوى مقرفين، افريقيا ليست ملعبكم. ديمبابا اللي قال مرحبا بكم في الغرب حيث يعتقد اصحاب البشره البيضاء انهم متفوقون جدا لدرجه ان العنصريه والضعف يصبحان امرا عاديا. نشوفوا باللي دروكبا قال باللي انه يعني كلام عنصري لافريقيا ليست مختبرا، وعلى المسؤولين الافارقه حمايه الشعوب من هذه المؤامرات الشنيعه ايمان. يعني هذاك التصريح يعني الشنيع ما تقدرش تصور يعني بشاعته، بشع التصريح انه طبيبان يتكلموا على انه مازالهم يشوفوا افريقيا وكانها مختبر سيوفي دواء، يعني للاسف 2020. ونشوفوا التصريح ديلور اللي قال لنا العنصريه هراء بشري، وهذا الرجل حر في ذلك ان كان يريد ان يصبح غبيا. يعني نشوفوا باللي كثير من نجوم ايمان وكثير حمله للاعبين، نشوفوا بالك صوت الشعوب ما يلحقش بصوت اللاعبين يلحق ايمان، سواء في ريزو سوسيو سواء في مواقع التواصل الاجتماعي سواء مع اعلاميا ايمان. نروح للموضوع الثاني ايمان بعد تكلم وزير الصحه اللي شفناه تكلم وقال باللي هناك لاعب محترف دولي تبرع ب 40 مليون يورو. انا جاب لي ربي يغلط في القيمه، في القيمه ربما كاين لاعب لكن قيمه 40 مليون 40 مليون كثيره ايمان. نشوفوا باسكو الناس كثير ما تقالت بلي محرز ما نقدروش نقولوا بلي محرز راح يتبرع باسكو قيمه كبيره ايمان، هي قيمه كبيره بزاف. وكثير من تاويلات وكثير من الشعب الجزائري قالوا بالك بنزيما بالك زين الدين زيدان بالك قيمه انتقاله ما تلحقش بنزيما راه 90 مليون دوكا، لكن انتقاله هذاك الوقت من
ليون لريال مدريد كانت بالك اقل من 40 مليون اقل من 40 مليون كثير من 40 مليون ما نظنش انه فيه بالك صارت غلطه في ايرور في بالك 4 مليون يورو يقدر نحتاج توضيح من وزير الصحه من وزير الصحه يعني حول هذا الموضوع صح 40 مليون وبالك اسكي صح 40 مليون ولا 4 مليون باسكو محرز تبرع ديجا بمليون يورو للجزائر ايمان تبرع مليون يورو كيف بدا الفيروس ينتشر في الجزائر؟ ولو انه قال لما سالوه قال لا قال ما نوريش اليد هو قالوا له ايش ما توريش مي كثير من الصحف تكلمت انه تبرع مليون يورو لل اليوم ايضا على ما اظن يوسف بليلي يقال انه تبرع لمستشفى في وهران بمعدات طبيه نشوف يعني كثير من لاعبين ايمان باللي يديروا مساعدات خيريه مام هما ما يقولوش ايمان الصحف ماشي لازم ماشي لازم يقولوا احنا صحفيين ولا يلحقنا الاخبار ويلحقونا المعلومات باللي قاموا بالاعمال برافو للاعبين الجزائريين يكتفوا من هذا الامور فوالا نروحوا لرئيس الفيفا جياني انفانتينو اللي راح تكلم وقال باللي ان الكره القدم بعد فيروس كورونا ايمان راح تصبح ماشي ديكتاتوريه وراح تصبح اكثر ترحيبا ايمان صريح لي يعني وكانه كره القدم الان هي ديكتاتوريه يعني كانه ضمنيا حاب يقول هذا حاب يلحق الميساج اللي حاب يلحقه وشنو هو التصريح هذا اللي عمل نقوله باللي كثير من الرياضيين تسالوا هل الرياضه راهي ديكتاتوريه الان وهل كثير من اللاعبين ديكتاتوريين ولا التشجيع راه ديكتاتوري تصريح يعني يخلي علامه استفهام ربما راح نفهموا اكثر بعد انتهاء هذا الفيروس بعد انتهاء الوباء ايمان نقدر نقول الوباء واول دوري ايمان استسلم لوباء كورونا وهو دوري البلجيكي ايمان اللي استسلم لوباء الكورونا واعلن بلي انه كلوب براغر هو اللي اصبح كلوب بروج على ما اعتقد بروج فوالا ايمان اللي اصبح بطل للدوري البلجيكي نشوفوا بلي اول دوري استسلم الاتحاد الاوروبي وافق ايمان وعلى على الاستسلام يعني اختاروا المتصدر انه يكون بطل للدوري امام الاتحاد الاوروبي يعني بعد مشاوره وافق. كبيره وافق على لا بروبوزيسيون ايمان وقال بلي بالك هذا الخيار راح يكون بالك في اسبانيا وايطاليا وفرنسا ايمان راح نشوفوا ايام القادمه راح تحمل الاخبار وي الايام القادمه نروح عند سيرجيو راموس لعيد ميلاده كان يوم الخميس ايمان ونادي اجاكس شفناه باللي دار بيبليكاسيون سير تويتر ويعني نقولوا باللي هديه لعيد ميلاده هنئوا بطريقه خاصه جدا عندما فازوا عليهم العام اللي فات في دوري الابطال وبيان سير سيرجيو راموس والرد تاعو لازم يكون ايمان شوفوا الصوره الماليه لسيرجيو راموس لي فوالا قال لهم روتور تشامبيونز ليغ لان فزت بدوري ابطال اوروبا 4 مرات اها شي جميل روح رياضيه كبيره ايمان نروح عند موضوع التالي ايمان وهو بواتينغ يغرم ايمان نادي بايرن ميونخ يغرم بواتينغ بمبلغ مالي باش يتبرع فيه للمستشفى في ميونخ بعد يعني خرقه لحجزه الصحي ايمان اها يعني غرموه بمبلغ ما قالوش المبلغ شحال ما قالوش المبلغ مي قالوا تتبرع به وهذا المبلغ راح يتبرع به للمستشفى ميونخ فوالا نشوفوا الصوره ايمان خرج برا ودار صوره غادر الحجز الصحي وبعقوبه النادي للاعبه مليحه ايمان نشوفوا بلي عجبتك الصوره كي خرج برا نروحوا الفيديو التالي نشوفوا هنا اشك فوا ايمان جيبوا لاعب نشوفه كيفاش يجوز الحجر الصحي تاعنا وقاريت بيل نشوفه باللي لاعب تكلموا على كثير من الصحافه انه يحب ايمان الجولف يحب يلعب رياضه الجولف نشوفه باللي راه يلعب الجولف مع كره القدم نشوفوا الفيديو ونعاود نقولوا ايمان انا نشوفه يستمتع اللاعب الويلزي قالت بين ريال مدريد عنده فنيات في الجولف في الجولف وفي كرة القدم برافو برافو حاجة مليحة راه يجوز الحجر الصحي تاعو صعب باش يجوز الوقت فوالا نروح ايمان اخر صورة وصورة هي حيكون سؤال لك ايمان وحبيت نسقسيك وكان يكون عندك خمسة هاد الخمس لاعبين واش اللاعب اللي زيدان كريستيانو رونالدينيو ميسي اي لاعب افضل هجوميا ليك انت يعني انا ليا انا شخصيا رونالدو رونالدو البرازيلي شوف هو رونالدو البرازيلي اسطوره لكن انا شخصيا كريستيانو رونالدو البرتغالي كان كاين بزاف ناس على بالي بلي يقدروا يصنفوا رونالدو البرازيلي كاحسن ربما لاعب في الهجوم كامل بصحة هما كامل نجوم جوستيم هما كامل رونالدينيو وزيدان كلهم اساطير كلهم اساطير ايمان لكن انا كريستيانو رونالدو انت
ميسي إيمان. ميسي لاعب نقدر نقول أنا بالك لاعب خارق جدا. شكرا لك. يعطيك الصحة. شكرا لك كريم سمشا. احنا اخر محطة راح تكون مطبخ صباح الشروق مع الشيف ليلى، راح نشوفوا مراوغات ليلى في المطبخ. ليلى راكي جاهزة؟ نقدروا نجوا لك؟ نقدروا نتفضلوا؟ نعم تفضلي. اها اذا نتفضلوا عند ليلى. تفضل كريم، مرحبا. نروحوا للمطبخ. الريحه راهي تشهي. مرحبا ايمان. مرحبا. نحترموا المسافه. مرحبا كريم. المسافه للامان. اها فوالا اللوبيا تاعنا راهي جاهزه. صحه ليلى، شكرا لك. الله يسلمك. نقدموها اكيد بالقارص. اها عاودي ذكرينا برك ليلى بالاطباق اللي درتيهم لنا نهار اليوم. اذا كنا درنا مع بعض ايمان طيله هذه الصبيحه، درنا رفيس التونسي اللي كان ابال تاع السميد الحرش بالغرس والمارغرين كان تبعته معنا. درنا كذلك خبز الطاجين اللي كان مطلوعات كبار ولا صغار كما يحبوا، الطريقه انه كانت ما يخمرش في الاول بل يخمر في المرحله الثانيه. ودرنا اللوبيا اللي كانت بصل وطماطيش واللحم تاع البقري. ان شاء الله يعجبكم المنيو. ان شاء الله يعجبكم المنيو اللي اخترناه. ياسين ياسين دوك تعرفوا ما بقاش بزاف. شكرا لك ليلى، يعطيك الصحه على كل هذه الاطباق اللي قدمتيهم لنا. حنا توحشوك، نتلاقاو مع الخميس ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ولا كنا حيين. كريم يعطيك الصحة، شرقته. كريم تحب اللوبيا؟ بيان سير. وسيرتو المطلع، اللوبيا المطلع جميلة. لا لا دايما تفكرنا يعني ما نروحوش عند ولد الجيران. اه؟ ما نبعدوش. روحوا شي لنا الخبز، فوالا راهي تحتي عار بقاو في الدار وانا نتهلا فيكم. احنا كلينا في الدار لينا، عندنا الدار عندنا. دايما العائلة الثانية تاعنا اللي رانا متواجدين معاها دايما، وبالك أكثر من مرة نقعدوا في ديارنا. خاصة أنت كي كنتي صباح معانا. عشتي معنا. تحية لك ليلى، يعطيك الصحة. شكرا لك كريم، شكرا لك، يعطيك الصحة. مشاهدينا شكرا لكم. اليوم كنت انا في التقديم ايمان جنادي، غدوة ان شاء الله راح نكون انا وزميلي لطفي عيشوني في عدد ان شاء الله راح يكون مميز. بداية اسبوع موفقة للجميع. تحية لكامل الطاقم اللي خدمنا اليوم. سفيان لورا في الكاميرا، يعطيك الصحة، شكرا لك. فاروق شكرا، حسام، حمزة، ياسين، كل اللي اشتغلوا اليوم. فكروا نسيتك شي واحد ما نسيتش. فايزة لا ماكياج. محمد لامين جنادي. محمد لامين جنادي تدايلوا لينا اليوم. يا كيفاش يديرها لطفي؟ لطفي لطفي يجيبها مليح. إذا مشاهدينا وصلنا للختام، شكرا لكم، بقاو أوفياء متابعين لبرنامج لبرامج الشروق بشعار الشروق معك في الدار. إلى اللقاء. إلى اللقاء.